نشوف دكتورة عبير. عبير تفضلي أختنا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. الله يبارك فيك أختنا، رحمة الله على والديك. الله يسلمك. طبعا أنا إنسانة من المذهب السني، نشرب وزوجي نعم وزوجي من المذهب الجعفري. فما أدري الأخ أبو عايشة خليجي، هو من الخليج، سعودي، من السعودي. سعودي، والنعم فيك يا أخونا أبو عايشة، ولكن أنت سنية، أنت سنية وزوجك الجعفري، وش تبغين فيه؟ وش تبغين فيه؟ نعم أنا الحين خليني بس أكمل لك عشان أنت تفيدني في الموضوع. لا إله إلا الله، أنت وقعتني في مشكلة الآن. أنا عندي أولاد وكبروا، والكبير تزوج. أنت عندك أولاد يا بنت الناس؟ طيب. هذا أنت دكتورة، يعني دكتورة، يعني ما أقول لك عامية. تمام، ما عليك أمر. هذه الفتوى من وين ممكن أرجع لها؟ من وين المصدر؟ علشان أقدر أقيم دعوة قضائية وتكون حجتي بهذه الفتوى، فيا ريت تفيدني أبو عايشة. طيب اسمعي الفتوى. تفضل. يقول شيخي وأستاذي بن باز رحمة الله عليه، سؤال: ما حكم زواج المسلم من أهل السنة من الشيعة؟ اسمع الفتوى من عالم رباني شيخ الإسلام في زمانه، قال: لا ينبغي أن يتزوج من الشيعة، لا ينبغي. لماذا يا شيخنا رحمة الله عليه؟ قال: لأن الشيعة فيهم من يعبد عليا ويستغيث بأهل البيت ويشرك بهم ويدعون من غير الله، يا حسين يا علي يا فاطمة، فهذا شرك أكبر، ولا سيما الشيعة الموجودة الآن. نعم. الآن أتكلم عن الآن، والتي في غالب الدنيا يغلب عليهم الغلو في أهل البيت. فالذي ينبغي لك كسنية، هذا من بذي خاطبك الآن، ألا تتزوجي منهم إلا إذا عرف أنها ليست على دين قومها وأنها دخلت في السنة. يعني إذا كان زوجك دخل في السنة فالحمد لله، والبعد عما عليها لو من في البيت، فإنهم يغلون في البيت. فأنت الآن كسنية ارفعي دعوة قضائية تكسبينها. طيب هذا موجود. لحظة يا أبو عايشة، الفتوى أكمل الفتوى. أي يعني وين ألقى الفتوى هذه عشان أقدر أستند عليها؟ الموقع شيخ هذا شيخ بن باز. نعم شيخ بن باز، إن بغيت أرسلها لك ما عنده مشكلة، أرسل بس رقم جوالك. طيب أنا لو أحسب قال ما ينبغي، ما قال تطلق، فين في الفتوى قالت تطلق منه؟ طيب أنا بس نعم لا ينبغي، ما عنده ينبغي يعني حرام. عندي سؤال أخير للأخ أبو عايشة. لا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لا ينبغي. تمام، أنا الآن لو أقدر يعني مدة زواجي الآن دخلنا في 20 سنة. تمام، أسمعك الفتوى بصوت شيخ بن باز؟ هل أسمعك بصوته؟ ما عندي لا لا لا، صوت عندنا بالقناة ممنوع لأنه أنا الحين خذيت، راح أتابع الفتوى أشوفها وين. بالنسبة لزواجي الحين 20 سنة، ها، وعندي أولاد، عندي بنتين وعندي 3 أولاد. الله يخليك. الأولاد اللي تقوله شبه، هذه شبه. تمام يا أبو عايشة، أنت يا أبو عايشة إيش الأولاد شبه؟ إيش خلي تروح تسأل يا أبو عايشة. أبو عايشة إيش تقصد بالأولاد شبه؟ يا أخوة خلي الدكتورة تتكلم أرجوكم. الدكتورة أكمل الفكرة عشان توضح. هو ما أنا الحين ما لي شغل بالأولاد، ولكن من خلال 20 سنة وأنا امرأة عاقلة متعلمة ولله الحمد ملتزمة بصلاتي وكل شيء، تمام، أهلي سنة ومعروفين في الكويت، يمكن اللي أنا حاطة اسمي وصورتي، يمكن أي أحد من الكويت يدخل يعرف حتى وظيفتي وين، ويعرف أهلي من ويعرفون. الله يحميك أختنا، الله يحميك. الله يسلمك. أنا دخلتك بكل ثقة، ماني داخلة في نكنيم وهمي ولا صورة وهمية، هذه أنا. أسأل الله أن يستر عليك وعلى أولادك وعلى زوجك. أمانة يا أبو عايشة، وأمام الله، أمام الله أنا نحسب علي هذا الكلام. أمام الله زوجي الجعفري من خلال حتى صلاته ما سمعت منه إلا أنه يقول فاتحة الكتاب وآية من القرآن أو صورة من القرآن
ويشهد الشهادتين. ما سمعت أنه هو يعني أله علي والعياذ بالله، هو يوالي علي يعني كخليفة أو إمام أو اتباع من بعده. بس فيهم غلو غلو غلو. لا أبدا يا أبو عائشة. أبو عائشة شيخنا إيه، خليها تكمل. طيب أختي، هو خلي تكمل أرجوكم، خلي تكمل. نعم، ما سمعت منه أنه يقول أن الإمام علي والعياذ بالله رسول، لا أبدا، هو خليفة من بعد الرسول. وهناك حديث عن الرسول في كتبنا، ومن بعدي 12 خليفة آخرهم من ولدي، من ولدي فاطمة. يعني هذا الحديث كان فاصل وأشوفه للأمانة، وهذا حاسب. أنا أقول هذه دكتورة عامية، صراحة دكتورة عامية، يعني تعرف وتقرأ دكتورة، مفروض عنك ما تقدمين على هذا. شوف ماذا يقول ابن تيمية. أخي ابن تيمية رحمة الله عليه ماذا يقول؟ يقول الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال، ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي، وإن تزوج هو رافضية. فهمتي؟ طيب إذا كان ما ينبغي أن أنا عندي بنت ما تزوجها لواحد رافضي، ما يجوز. شنو مفهوم الرافضة؟ أنا يعني هذا الرافضة معروف في هذا الزمن. شو معناه؟ شنو مفهوم الرافضة؟ أنا ما أفهم للأمانة. الرافضة هم الذين رفضوا أبو بكر وعمر. طيب والخلاف كان من بعد الرسول، يعني رفضوا عائشة رضي الله عنها وحفصة وعثمان، كفروا. هو الخلاف كان من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع الصحابة رضوان الله عليهم. يقول وإن تزوج هو رافضية. ابن تيمية الفتوى كاملة يقول وإن تزوج هو رافضية. نعم. يقول صح النكاح إن كان يرجو، اسمع وإن تزوج هو رافضية صح النكاح إن كان يرجو أن تتوب، إن كان يرجو أن تتوب، وإلا فترك نكاحها أفضل. لماذا يا ابن تيمية رحمة الله عليه، قدس الله روحه، نور الله ضريحه، قال لئلا تفسد عليه ولده. أبو عائشة أكثر من القسم بالله، شنو في أعظم؟ دكتورة عبير، دكتورة عبير. والله لا أنا ما أريد تكتمين، أنا إذا خاطبك بس لحظة أرجوكم لا حد يقاطعنا، أريد أنا بس أكلم الدكتورة رجاء. دكتورة أنا أردت أن أسأل، والله أنت أجبتي عن سؤال. الآن 20 عاماً وأنت تعاشرين، الله يحفظه ويحفظ عيالك ويحفظ أهلك، الأخ زوجك. نعم. هل رأيتي منه أنه يعبد غير الله؟ لا والله لا. طيب إذن هؤلاء الذين يتكلمون بالواقع الذي عندك الآن، بالواقع الذي عندك، هؤلاء ظلمونا والله العظيم. هو بس الاختلاف ما بين أني أتبع الصحابة رضوان الله عليهم أم الإمام علي رضي الله عنه. يجي أنا هذا اللي يجي، ولكن أن يغالي أو أن الرسل يعني هما يعني أعلى مقام من النبي، لا والله. طيب أبدا، بس لحظة ولكن أقسم له بالله، يعني ما في أكثر من الإنسان يقسم بالله، والحين أنا بحط راسي أنام باشر عندي دوام، أقسم لكم بالله أني من قبل 25 سنة أنا تشيعت بسبب هذه الأقوال. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والله العظيم أقسم لكم بالله أن أبوي وعمامي وإخواني وأهلي كلهم سنة، ولكن هو يقول أنا عامية، أنا لست عامية. وممكن ان الاستاذ وعد كان موجود ايامها في البالتوك، كنت ادخل بنيك نيم هجره اذا كان يذكرني. نعم. انا تشيعت من خلال محادثاتي مع شيوخ سنه وايضا من علماء الشيعة، وعملت بحوث كثيره قبل الدكتوراه اللي انا اتكلم فيها. انا عندي دكتوراه في فلسفه تربويه بعيده عن الدين، ولكن من خلال ما اني طابقت الاحاديث اقسم لكم بالله إن هذه المغالطات التي تقولونها على الشيعة، ومن خلال قراءتي للصحيحين البخاري ومسلم،
تأكدت وتيقنت. أنا وصلت تدري من أنا بدأت من وين؟ بدأت من عاشوراء، ماني عارفة شنو هي عاشوراء. وبعدها إلى أن وصلت إلى الإمام علي انصدمت بفضائل الإمام علي، اللي أنت أنا كنت في المدارس عمري ما عرفت فضيلة إلا واحدة، فضيلة واحدة وهي نومة في فراش الرسول فقط، ما عرفتها إلا بعد ما دخلت إلى كتب الشيعة، وللأسف موجودة في كتب السنة ولكن لا تذكر في المدارس، لا تذكر للأسف. الله يحميك دكتورة. بس إلى أن وصلت إلى عمق الدين، شنو عمود الدين؟ الصلاة والوضوء. لم أرى حديث متواتر إلى الرسول روته السيدة فاطمة عليها السلام بصفة الصلاة إلا عند الشيعة. أنا قاعد أكلمك من باب واقع، وأقسم لكم بالله أني لا أكذب بأي كلمة، أنتم من جعلتوا الناس تبتعد عن دين، عن سنة محمد بأكاذيبكم. أنا كنت أسمع وأنا صغيرة إن الشيعة إن الشيعة اللهم صل على محمد وآل محمد. والله العظيم وأنا صغيرة كنت أسمع بأن الشيعة يطبخون الطعام ويتفلون فيه، أعزكم الله. كنت أسمع أن الشيعة في التكبيرات الأخيرة يقولون، عندما يقولون في التكبيرات الأخيرة بالصلاة قد خان الأمانة، قد خان الأمانة، بعدها اكتشفت أنها خان الأمين. نعم خان الأمين، أو أقول خان الأمين. نعم يعني هذه المغالطات والتقول على الرسول بأنه مسحور ويتبول وهو واقف، وأن يعني هذه من جعلتني شيعية، من جعلتني أتبع الإمام علي، وإلى الممات أنا موالية للإمام علي ولا أغالي فيه، ولكن أتبعه من بعد الرسول، لأن هو من يملك، هو وبيت وأهل البيت هم من يتبع، هم من عندهم سنة النبي. لأن كما قرأت أن الخليفة أبو بكر منع كتابة الحديث، فأين سنة النبي؟ إذا منعت كتابة الحديث أين سنة النبي؟ حرق الأحاديث. أسئلة كثيرة أخي، وأنا قاعد أتكلم من باب يعني أنا في دولة لي حرية أني أتكلم شنو مذهبي، أنا ما أخاف. الله يستر عليكم وعلى دولتكم وعلى ديرتكم، وأسأل الله أن يعز الكويت وأهل الكويت وشعب الكويت، وحتى أمعن بهؤلاء وحكومة الكويت. الله يعزكم. وأقول أخيرا، سواء كان عالم سني أو عالم شيعي، هم الاثنان يخطئون ويصيبون، فليس كل ما نسمعه صحيح من أي فتوى. أنا مكلفة أن أحكم عقلي، هذا مو يعني ما أدري شنو أقول يعني. أختنا الله يبارك يعني فيه. الفتاوى عادي، الفتاوى الجائرة هذه تخرب البيوت، تخرب البيوت. أحسنت يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على الجست، مشكور. الله يحفظكم دكتورة. بس دكتورة كان في نفسي قبل الذي كفر، قبل أن تغلقين في نفسي كان سؤال قبل طايل. تسمحي لي أسئلة السؤال؟ تفضل. شو أخبار الأولاد؟ وين الآن؟ من يا جانب؟ لا موجودين معي الحمد لله. يا هويات يا الله الحمد لله. يعني راح هويات. الأولاد شيعة ولا سنة؟ شوف أخوي والله العظيم أنا ما أتكلم من باب طائفي، أنا أهلي سنة. ولله الحمد، وإحنا بالكويت ما عندنا هذا النفس الطائفي إن أنت سني ولا أنت شيعي، نمنع الكلام بالموضوع هذا. دام أنه قاعد يشهد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمي دكتور السيد السيستاني الله يحفظه، عندما توفي لا رحمة الله بنفس السيد السيستاني من دون الحكام والكذا، عز دولة الكويت وترحم على حاكم الكويت وحكام الكويت. حكام الكويت يعني يأتون، والكويت يعني نسيج الكويت يختلف عن باقي البلدان الخليجية جملة وتفصيلا، لأنه والله نتمنى للكل يعني 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 كل المسلمين، بما أن اللي أمامي وكانت في معركة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع أحد الصحابة ما بأقول اسمه، عندما لفظ الشهادتين، عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله
وكان الرسول يعرف بأنه يعني على غير ذلك، ولكن تركه لأنه شهد الشهادتين. نعم. والحادثة ممكن أنتم تعرفونها أكثر مني. إن شاء الله. أيوة، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. إن شاء الله أختنا تنشرين. أشققت عن قلبه، أشققت عن قلبه يا أبو عائشة، أشققت عن قلبه يا أبو عائشة. خليك في قراءة القرآن، ما شاء الله عليك، فل ما لك مال الفتاوي وما لك مال الخط المعلق. الآن أبو عبد الملك، الآن أبو عبد الملك صعدت الجيت مالك. سيد الخلق عندما يأتيه واحد ويعرف ما في نيته وهو يعني رسول الله، وما ينطق عن الهوى إلا هو، إن هو إلا وحي يوحى. نعم، فهو يعرف. ومع ذلك عندما قال له في الحرب أشهد أن لا إله إلا الله امتنع عن قتله، فمن أنا عشان أكفر الناس؟ شوف اخواني، اخواني انا الله اكبر. والفتاوي هذه اللي تخرب البيوت. اتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله. الله يحفظ أمة محمد من اهل السنة ومن اهل الشيعة. والله العظيم لو نترك عنا هذه الامور وكل واحد ينشغل في صحيفة اعماله، لان اباكر انا راح نحط في قبري لا ابوي بينفعني ولا امي بتنفعني، ما تنفعني الا اعمالي. طيب دكتورة، أنا أطلب منك أولا دعاء خاص لوالدي، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى. من أهل الدعاء إن شاء الله. الله يبارك، إن شاء الله الله يشافي، لأن اليوم أيضا يعني حتى فكرت إنه بكرة بعد بكرة يسافر. اليوم أيضا خبروني إنه حالته سيئة جدا، فأرجوكم الدعاء. هذه واحدة. اثنين، أريد أخذ من كلام الدكتورة بس إذا تسمحوا لي دقيقة. أخواني شوفوا العمل، عمل زوج الأخت، أخلاقه والعمل الواقعي هو الذي أقنع الأخت، وبالدليل أنه قالت ما رأيت منه. لما تكلمت الأخت، أنا والله يعني ما أعرف الدكتورة كان إنه هي كانت في البالتوك وكذا. حاج وعد، أقسم لكم بالله إنه ما كان في أحد لتأثير علي. أنا إنسانة مكلفة، عندي عقل، أنا من بحثت، أنا ما حد أثر علي، أقسم لكم بالله. كنت أنا كيفي، هذه عقيدتي، هذه صلاتي. لا والعمل الواقعي، العمل الواقعي على أرض الواقع، لما ترى إنسانا صادق تكتشف أن الذين كذبوا عليه والذين قالوا أن الشيعة كذا كذا يكتشف. ولذلك أغلب، أنا كم مرة أعيد هاي الكلمة أختنا دكتورة عبير، أغلب الفنانين والسياسيين اللي هم العرب والمصريين وكذا، لما يذهبون إلى العراق ويرون الواقع على الواقع، تجدين عند رجوعهم إلى بلدانهم يتكلمون، يقول احنا كنا نخدع، والكلام عن الشيعة كله كذب وكله خداع وكله كذا وكله كذا. لماذا؟ طيب اعلام مضلل. بعيدا عن المذاهب والدين، بالمنطق بالعقلانية، انا الان سمعت عن حادثة حدثت في مكان معين. هل اذا انا كان يعني يهمني الموضوع، تمام، هل أجلس في مكاني وأستمع للأقوال ولا أروح بنفسي أشاهد؟ أحسنتي يا أخوان، ادخل الحسينية، اقعد يوم يومين ثلاثة، شوف هذه الأقوال والأفعال قاعدة تقال. هل فعلا الشيعة يسبون الصحابة؟ هل يغلطون على أمهات المؤمنين؟ اقعد شوف بالمجالس. أنا أدعو، أنا بما أني كويتية أقول حق كل واحد كويتي، إذا سمعت هالكلام روح بنفسك تأكد. وهذا يسمونه عين اليقين. نعم. عين اليقين إنك تشوف الشيء بعينك. الله أكبر. لا تخلي أحد تسمع من سو دعوة لأبو عائشة عندكم الكويت وشوف الواقع. مذهبك بعد ذلك لك 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 يعني لك الحق بإنك. أخ من لبنان يسلم الدكتورة وأنت بعد. تفضل من لبنان حبيبي. الله يزيد فضلك حاج. سؤالي للدكتور عبير، انت رحتي على مراقد الشيعية اثناء ما كنت سنية ولا بعد ما تشيعت رحتي على المراقد؟
لا للأمانة بعد، ولكن هني بالكويت كنت نعم أدخل الحسينيات، أبي أشوف شنو يصير في عاشوراء. طيب أنت 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 من بعض ما سيارة رحت المناطق، حدا سألك شو مذهبك؟ سؤال عبد الدكتورة. نعم. لما أنت تشيعتي ورحت في المراقد، شفتي شي ناطور شي حارس سألك شو مذهبك، مسموح تدخلي وممنوع تدخلي؟ لا أبدا، حتى القبلة إحنا حتى القبلة نتجه إلى مكة المكرمة بعيدا عن الأضرحة، والدليل ما في حدا النبوي، ما في حدا نروح نتجه إلى القبلة وليس إلى قبر الرسول. نعم، ما في حدا رفع سيف عليك أو بده يهددك بالذبح أو لا أو لا والله. متأكدة دكتورة؟ متأكدة؟ اي والله العظيم، وفي من السنة ترى يروحون. احسنتي، هاي اخلاق الشيعة دكتورة. دكتورة نعم، هاي اخلاق الشيعة، خلي الشيعي يروح على 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 محل ما مدفون النبي محمد وخليه يسلم على الرسول. شوفي شوفي رح ياكل قتل بالعصيان. انا رحت ما قدرت ادخل العصيان، بضربوه، ممنوع تسلم، ممنوع تسلم، يلا امشي روح روح. هاي اخلاق الشيعة دكتور. شكرا لك اخونا من لبنان، الله يبارك. عبد الله، السجود على التربة سنوات طويلة ما حد يدري. الان عثمان الخميس وهو من 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 كبار المشايخ الحين في الكويت، لا مقطع والكل يقدر يشوف، قال لا بأس في السجود على التراب، لأن الرسول كان يسجد على التراب. تربة ليه؟ أي تربة؟ أي تربة؟ الشيخ عثمان الخميس يتكلم عن أي تربة وليه تربة كربلاء؟ أي تربة؟ أي تربة؟ تربة كربلاء من أي تربة يا أبو عايش؟ هي ما تصلت يا أبو عايش؟ أي تربة كربلاء؟ لا لا لا، أنا لأن عندهم مقدسة ينقلونها معهم في كل مكان، يسجدون عليه في كل مكان. الشيخ عثمان الخميس يقول لا تسجد على تربة معينة، وإنما يا أبو عائشة. يا أبو عائشة، ما ثبت أن الرسول سجد على سجادة يا أبو عائشة، ما ثبت أن الرسول سجد على سجادة، على التراب وعلى الحصير. السلام عليكم حج وعاد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تربة عادية، تراب عادي. بعدين أبو عائشة، مفهوم السجود على التربة هو أن لا تسجد على شيء يؤكل أو يشرب.